أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة عن فخره واعتزازه باحتضان مملكة البحرين لنسختين الخامسة والسادسة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققته المملكة في استضافتها وتنظيمها للنسخة الرابعة وأسبوع بريف الدولي للقتال، والتي حصلت من خلالها على تجديد ثقة الاتحاد الدولي للعبة بمنحها حق الاستضافة للنسختين المقبلتين، مؤكدا سموه أن هذا بحد ذاته يعد اعترافا دوليا بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها البحرين في تنظيم مختلف الفعاليات والمحافل الرياضية الكبرى. وأضاف سموه أن ذلك يأتي تأكيدا للجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لتنفيذ توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل البحرين مقصدا لإقامة البطولات والمحافل الرياضية على أرضها. وقال سموه إن مملكة البحرين استطاعت أن تسجل اسمها في تاريخ هذه البطولة كأول دولة أسيوية بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحتضن هذه البطولة لثلاث سنوات متتالية، وهو ما يؤكد قدرتها الكبيرة في إبراز هذا الحدث، مشيدا سموه بثقة الاتحاد الدولي للعبة بمنح البحرين حق استضافة البطولة هذا العام، مثمنا كل الجهود التي يبذلها الاتحاد في سبيل تعزيز نشر هذه اللعبة بين مختلف دول العالم. هذا وعقد يوم أمس المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي لاستضافة مملكة البحرين لمنافسات النسخة الخامسة والسادسة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء 2018-2019 التي سينظمها الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة بالشراكة مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى الخليفة والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة. وقد شهد المؤتمر حضور عضو مركز الملك حمد العالمي للتعليم عايش السلمي ببيتسي عبد الرحمن ومدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة السيد عمر عبد العزيز بوكمال وأعضاء الاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة وعدد من الرياضيين بالمملكة والمهتمين برياضة فنون القتال المختلطة وممثلين عن الإعلام البحريني والعربي والأجنبي. كما تضمن المؤتمر الصحفي عرضا لفيلم ترويجي عن استضافة مملكة البحرين للنسخة الخامسة لبطولة العالم للهواء 2018 والخطوات التي اتخذتها البحرين لتنظيم من النسخة الرابعة والخطوات التي ستتخذها لاحتضان النسخة المقبلة. إنه لشرف لي أن أعود إلى البحرين لمناقشة وضمان استمرارية الفعاليات لعام 2019 بالإضافة لعام 2018. نريد التأكد عند وصول الرياضيين والمدربين والرؤساء من حصولهم على مثل التجربة التي حظينا بها بل أفضل منها. نحصل على شرف استضافة النسخة الخامسة والسادسة وهذه الثقة اللي نتلقيناها من الاتحاد الدولي هذا أكبر دليل على 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 نجاح السياسة التي وضعها سيد سمو الشيخ خالد للارتقاء بهذه اللعبة ووصول بها للعالمية، ولله الحمد هذا الاختيار لمملكة البحرين ما جاء من فراغ وإنما جاء من توجيهات ومن تخطيط مسبق وسياسة واستراتيجية وضعها سيد سمو الشيخ خالد ولله الحمد. ويكفينا طبعا فخر أن شهادة رئيس الاتحاد الدولي أن مستقبل هذه اللعبة في يد سيد سمو الشيخ خالد، وهذا أكبر دليل على ثقة الاتحاد وثقة العالم كله اليوم بسيد سمو الشيخ خالد. عام 2018 سيكون أكبر، وأنا أقول أنه بالنسبة للمنافسة سنرى مستوى أعلى في كل عام، سيكون هناك جمهور أكبر ومنافسة أكبر من عدة دول. توقيع أسبوع بريف الدولي للقتال وبطولة العالم للهواة للعامين المقبلين 2018 و2019 يعني أن البحرين ستكون مركزا لفنون القتال المختلطة في العالم.